صراحة القوة ديالي الكبيرة هي دائما كنصرح بها هي هند. هند كت من نهار تلاقينا وهي الحوايج اللي كتعطيني الايجابيات اكثر من السلبيات. فواخا تصابت بالمرض ولكن الحمد لله بالدعم ديال الجمهور والدعم ديال الناس اللي تعاطفوا معها والدعوات فهي فرحات اكثر وحسات فعلا انهم كيبغيوها. فاحنا الله اللي كيحكم علينا واش غادي العمر ديالنا غيسالي ولا لا، ولكن المرض كل داء عنده دواء فاحنا محاربين معاه، ولكن كنفرح للجمهور المغربي ان قريبا نسالي هذه الازمه ان شاء الله باذن الله.